المهم اخواتي، اليوم غنشارك معكم واحد البخور من اجمل البخور واروع البخور. بخور اللي يعني الا شميتيه ما تسخنش بديك الريحه ديالته. اجمل بخور عمرك ما درتيه. المهم اخواتي تابعيني من الاول حتى الاخر، وغادي نوريك هذا البخور كيفاش غادي ديري ليه، وكيفاش غتجمعيه، وكيفاش غادي تطحنيه، وغتبقاي ديريه في البيت ديالك. يا سلام يا سلام، غادي يخلق لكم واحد الجو جميل، غادي يعطيك واحد الراحه نفسيه، غادي ينسيك في الهم وفي المشاكل. المهم اخواتي تابعيني من الاول، اخواتي تابعوني من الاول حتى الاخر، وغنعطيكم طريقه وكيفاش غديروا هذا البخور، وكيفاش غتبقاو تطحنوه، وكيفاش غتبقاو ديروه، وفي اي وقت غادي ديروه. ها انتم معايا اخواتي باش نعطيكم الافاده ديال هذا البخور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا اخواتي، ومرحبا بالناس اللي عدخلوا عندي جدادين. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير وبصحه وبعافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم اخواتي، اليوم غادي نشارك معكم واحد البخور ما شاء الله. هذا البخور انا ديما تيكون عندي هو اللي كندير انا، يعني باش كيهدل لي الاعصاب ديالي، ويعني كيخليني في واحد الجو جميل في الدار ديالي انا والوليدات ديالي. المهم اخواتي، هذا البخور اشنا هو؟ انا غنقول لكم دابا ان شاء الله من اجمل البخور، من اروع البخور. هنا المهم هذا هو البخور، راه مطحون، هو هذا البخور راه مطحون، لكن انا غنقول لكم البخور شنو هويا، وغادي تمشيو عند العطار غادي المهم غيعطيكم هذا العشوب، وغادي تطحنوه، غطحنوه عنده وغادي تجيبوه الفائده ديالو اذا كان هويا مطحون. عندي هنايا الجاوي الابيض، الجاوي الابيض هو هذا، الجاوي البيض. عندي هنايا اللبان الدكار، هنا اللبان الدكار انا دايره هنايا حيت هذا حقيقي، هذا ديال الحج، هذا اللبان الدكار، يعني اللي كيكون لبان مزيان، ماشي داك اللبان اللي كيكون غير بحال الدجاج الا درتيها كيبين السنان ديالك يعني كيولي بحال الدجاج. لا، اللبان الدكار هو هذا، كتمضغيه كيجيك ما شاء الله، هذا هو اللبان الدكار. وعندي هنايا الحبه السوداء، الحبه السوداء، هنا عندي الحبه السوداء، هي هذه الحبه السوداء. وعندي هنايا القيس الهندي، ما عرفتش فين درتو، والله ما عرفت فين درتو، قلبت عليه دابا ما لقيتوش. القيس الهندي، وعندي عندي القيس الهندي، وعندي الصندل، هادو بجوج ما عرفتش فين درتهم، ما لقيتهم شي. المهم هذا هويا البخور، حبه البركه، لبن الدكار، الجاوي البيض، القيس الهندي، الصندل، هذا هو البخور. دابا انا قلتها لكم باش ما تلفوش، يعني ما تلفوش، حبه البركه، الجاوي، الجاوي واللبن الدكار والصندل والقيس الهندي، هادو هما الاعشاب اللي غادي تشريو من عند العطار، وغادي يطحنها لكم وغادي تجيبهم للدار. هنا من غادي يطحن لكم هاد الاعشاب صافي غادي تجيبوها للدار ان شاء الله، وغادي تبقاو تستعملوها. ومن هذا البخور ممكن دير غير القيس الهندي، ما شاء الله الا درتي القيس الهندي في الدار ديالك كتشمي واحد الريحه ما شاء الله، الريحه يعني هادو اللي كيعشقوا البخور، اللي تيعشقوا البخور. حنا بلا ما نمشيو لداك البخور اللي تيكون اللي كيكون غالي ونجيبوه، لا حنا غادي نمشيو غير هذا، ماشي غالي ولكن فيه واحد الريحه زكيه، واحد الريحه ما شاء الله. القيس الهندي هو يعني راه حقيقه هو بخور يعني ممتاز، القيس الهندي. وعندي عاوتاني الصندل، الصندل عاوتاني انا بلا ما نشري هكاك خشبه وغادي نجيبو للدار ديالي. هذاك الصندل ديريه لراسك في الدار ديالك وبقاي تبخري به، راسك في الدار ديالك وبقاي تبخري به. غادي تمشي عند العشاب وغادي تقولي هذاك الصندل، هذاك الخشب ديال الصندل، وغادي تشركيه مع حبه البركه وشويه ديال الشبه، وغادي تطحنيهم صافي، ونزيد عليها حتى قولي لي عين الجمل هو راه غادي يعطيها لك، قولي لهذا سميتو عين الجمل هو راه غادي يعطيها لك، يعني نتوما دابا ما عارفينش عين الجمل، قوليها للعشاب وهو غادي يعطيها لك. نزيد حتى هي عليه ونطحنهم، ونبقى هذا هو يعني الصندل، يعني انا دابا جمعته هذاك غير بوحديتو، عاوتاني بقاو تبخروا به ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الا مشيتي عند العطار وجمع لك هذا الشيء وطحنه لك، ما شاء الله، ماشي غالي ولكن مفيد بزاف 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 بزاف. عندك القيس الهندي وعندك الصندل، الا صعبتي بيديك هذوك خلاص ما شاء الله، ديريهم وتبقاي تبخري بهم ما نقولكش. الكثير اللي درتيهم نهار الجمعه راه يعني
كتخفي عليك بزاف ديال الهموم، كتخفي عليك بزاف ديال المشاكل، يعني الطاقه السلبيه ما كتبقاش عندك كاع في الدار، كتعشقي غير تشمي ديك الريحه، ووليداتك حتى هما كيشموها وتيتهدنوا يعني كيبقاو عايشين في واحد السعاده يعني اللي ما عمرك ما شتيها. هذا هو البخور اخواتي اللي غنقول لكم عليه، هو هذا. صافي دابا هنا عندي حبه البركه، دابا نعاودوا نرجعوا لهذا البخور. عندي حبه البركه هنا، حبه البركه ماشي هذاك الشانوج، راه كاينه حبه البركه اللي كتكون بحال العدس، بحال العدس هذيك هي حبه البركه. راه الشانوج حتى هو كنقول لي حبه البركه، ولكن الحبه يعني حبه البركه الحقيقيه راه تتكون دايره بحال العدس، بحال هكايا، بحال المحمصه، بحال هكايا المحمصه، هذيك هي حبه البركه. الا مشيتي بحال هكايا عند دوك دوك اللي كيبقاو يبيعوا هذا اللي كيبقاو يبيعوا بحال هكا داك المسواك، وتيبيعوا هكايا ديك الريحه ديال العود، داكشي راه كتلقاي عندهم حبه البركه، راه كتكون عندهم هذوك، راه ديما تيديروها دوك الاخوان اللي كيكونوا تيبيعوا بحال هكايا. تنمعنا عيني الا مشينا هكايا للسوق راه كنلقاو دوك الاخوان اللي كيبقاو يبيعوا بحال هكايا الصلايات، وتيبيعوا بحال هكايا المسواك، وكيبيعوا داك المسواك هكايا، وتيبيعوا بحال دابا مثلا الند، وكيبيعوا داكشي، راه تيكون عندهم حتى حبه البركه كتكون عندهم، وكتكون عندهم حتى حقيقيه، هذوك يعني كتكون عندهم حتى حقيقيه، هذاك ناخذ منهم حبه البركه. صافي خديت الصندل، المهم هذاك الشيء انا قلت لكم، هذه حبه البركه هي اللي غادي ديروها دابا باش تبقاو يعني تبخروا بها، هذا الشيء كله غادي تطحن. نزيد عليها الجاوي، الجاوي حتى هو الريحه ديالته ما شاء الله، والله العظيم الكثير اللي عندهم الميمات هاد الجاوي، راه في الحقيقه والله العظيم انا شي مره كنبقى نشم داك الجاوي هو ما كاينش، وتنقول ويلي شكون اللي داير الجاوي، وماشي غير انا، الاغلبيه اللي كتكون عندهم الميمه سبحان الله العظيم، اللي هما تيشموا داك الجاوي واخا ما تيكون حتى واحد طلق، ولكن كتجيك ديك الريحه ديال الجاوي. انا براسي دابا ديما كتجيني ديك الريحه ديال الجاوي، حيت انا عندي الميمه. ودابا كاين اللي كيسمع هاد الهضره وكيقول لك هادشي كله راه خرافات، هادشي راه ماشي خرافات، هادشي راه كاين. انا عندي الميمه من صغري، منين ما تتمي وخلاتني عندي 4 شهور، وكنت ديك الساعه انا يعني في دارنا في في في, في مكناس، وهذيك الدار اللي كنا حنايا ساكنين فيها هذيك كانت فيها الميمه، وكان فيها حتى واحد الجن كحل، هذا كان تيخرج وتيجي للكوزينه تحت البوطاجي وكينعس تما كاينات، هذاك خلاص ديما انا كنشوفه في المنام، ديما كنحلم به، وكنت نقولها الحنه الله يرحمها هي اللي كانت تبربي انا، وتتقول لي واش كحل، كنقول لها اه، كتقول لي اه راه صافي هذيك هي بلاصتو فين كينعس، سبحان الله العظيم اقسم لكم بالله. وهنايا ديك الدار اللي كنا ساكنين فيها في في في, في اودال في, في في واحد الجهه فيها الدور هكايا، هذوك الدور كان لهم المخزن، وحنايا جدي كنشد هذيك الدار وفيها فين كنا حنا ساكنين، وكاين موراها واد طويل، وهي مولات الويدان، لالا عيشه مولات الويدان، ديما كانت ساكنه تما سبحان الله العظيم. وانا كنت كنمشي للمدرسه وكنجي، وكان ديك الساعه واحد المدرسه ديال الفلاحه كاينه تما كاينه، وكانوا زارعين داك الخوخ، والله العظيم الا كنت كنهبط حتى كنهبط لتحت، وكنمشي لديك لديك حنا كنقولها سلوقيه، تمشي لديك السلوقيه وكنبقى نغسل فيها هكايا، ونمشي ندخل ونقلب داك الشيء اللي بغيت ديال الخوخ اقسم لكم بالله، ونجي ونديرو هكايا في سميتو، ونبقى طالعه غير بشويه حتى كنطلع للسطح ديالنا اقسم لكم بالله. المهم كانت عندي ديك الميمه عندي من بكري، وهي اللي كانت سبحان الله العظيم علمتني، زعما هي باش انا كنت نشوفها كتعطيني بحال هكا الحنه وداك الشيء، وخذت النقش وكنت نقش، كنت كنبقاش يعني، وكنت وحتى هنا في هنا في المدينه ديالتي راه انا اللي كنت يعني كنت في الحقيقه ما كاينش بحالي اللي كينقش، ومن تما كانت سبحان الله العظيم شريت الدار، ومن تما كانت بنيت سبحان الله العظيم. المهم انا واخا كنقول شي حاجه، ولكن سبحان الله العظيم الله اللي واقف معانا، ولكن حتى هي مسكينه كترعاني لحد الان، باقا كترعاني لامي معيشه. المهم اخواتي بالنسبه لهذا البخور، راه اللي عنده المهم عيشه راه كيشم ديك الريحه ديال الجاوي كتعجبوه والله القسم. المهم اخواتي نكمل دابا على الموضوع، دابا غير هضره بدات هضره، انتم بحال اخواتي كنبغي نعاود لكم. هنا صافي خديت هذاك الصندل، خديت الحبه السوداء، خديت هذاك سميتو اللبن الدكار، وخديت القيس الهندي، وخديت الجاوي البيض، غادي نطحنهم عند العشاب، غنطحنهم وغادي نجيبهم للدار، راهم طحونين. صافي هنايا غنبقى نبخره مني ود الظهر، غنبخر واحد شويه، والشي الاخر غادي نخليه مني تقرب المغرب، وعاوتاني نعاود نبخر شي شويه صافي، ونخلي عاوتاني ندوز عاوتاني واحد المرحله عاوتاني، ونعاود نديرو. عرفتي ديك الريحه كي كتبقى في الدار ما شاء الله، والله العظيم ديك الريحه كي كتبقى في الدار ما شاء الله،
كتحسي براسك تهدمتي، كتحسي براسك وليتي في واحد العالم زوين والله العظيم. واللي دخل عندك الدار كلشي كيتهدل، كلشي يعني الدار ديالك كتكون يعني كتكون مزهره هكا والله العظيم، كتكون مزهره. حتى دوك عشاق، حتى دوك عمار البيت حتى هما تيعجبهم الحال، ملي كيتطلق واحد البخور زويون حتى عمار البيت كيعجبهم الحال، وهما سبحان الله العظيم هذوك راه غادي يفيضوا عليك الرزق ويفيضوا عليك كل شيء سبحان الله العظيم. واخا راه رزق والله سبحانه وتعالى من غيره كذاب، ولكن سبحان الله العظيم بحال كيفتحوا لك هكا شي بيبان. ويعني هذا البخور دابا اللي قلت لكم انا راه يعني من اجمل البخور، اجمل واروع البخور. هذا ديروه وطحنوه وجيبوه للدار وخليوه عندكم، ومره مره نطلقوا يا سلام. والكثيره طلقتوا نهار الجمعه وديك الريحه الزكيه فيه ما شاء الله الرحمن الرحيم. المهم اخواتي كنتمنى ان شاء الله باش ديروا هذا البخور وما تستغناوش عليه، ونخليه ديما في الدار ديالي. فين ما نحس براسي متوتره ونحس براسي مهمومه ونحس بالصداع نايض عندي في الدار، نهز داك البخور ونطلقه، وغادي نحس بواحد الراحه، وغادي نحس بواحد الهدوء، وغادي نحس بواحد الحنان عندي في الدار، وكل شيء ان شاء الله غادي يتعدل. نتمنى اخواتي نكون خفيفه على قلبكم. شكرا والى الملتقى ان شاء الله.